وصلت فرقة نودولافو الأفريقية الشهيرة من جنوب أفريقيا إلى مطار شرم الشيخ للمشاركة في عروض مسرح شباب العالم. وتضم الفرقة مجموعة من المواهب الشابة التي تجمع بين الرقص والغناء في إطار استعراضي. كما تقدم الفرقة الشابة مجموعة مميزة من الأغاني المشهورة عالميا. وكعادة مسرح شباب العالم يجتمع أصحاب المواهب الفنية الشابة من مختلف الجنسيات تحت شعار الفنون لإحياء الإنسانية. ينطلق المسرح مجددا بعد الظروف العصيبة التي مر بها العالم بعد جائحة كورونا ليقدم العديد من العروض الفنية المتنوعة.